السلام. اليوم ان شاء الله جيت نتكلمكم بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مثلا شي بلاكار وكتكون الارض ما مساوياش، يعني ما مقاداش، وكتقرر تحط البلاكار ولا كتحط شي موبل ولا شي حاجه كيبقى يتزعزع. تقدروا بحال الرجلين هادو لي بي هادو كيكونوا فيهم العبارات كاين القصار كاين الطوال. لافونتاج ديالو باش كيقادوك الارض اللي كانت ما مساوياش باش البلاكار ديالك ولا الموبل ولا هادي ميبقاش شي يتزعزع، هادو كيكون فيهم واحد الفيلتر فيه الزياده والنقصان. هذا كتخدم به كيما بغيتي على حسب الزياده والنقصان. بحال مثلا هنايا دابا انا غنديرو، يعني مثلا كانت حطيت الموبل ديالي بدا كيتزعزع، هذيك الاولى ديال وحده كنخليها مزيانه والثانيه كنبقى زعزع فيها شويه، الثالثه والرابعه كيكونوا مربعه. هذا هو الحل ديالو، راه فيهم جميع الانواع والاشكال والالوان، يعني اي حاجه بغيتيها ديال لينوكس بغيتيها هكا في الكري، كاينه في الكحل كاينه في البيض، يعني على حسب الموبل اللي بغيتي ديرو فيه. كتلصق جميع البلايص الخشب وكتحتاج والو، يلاه البيز ديالها وصافي. انتو مثلا كيما دابا انا مثلا في البلاصه هادي راه قاده كتشد لها دائما كتشد لها القناه في الزاويه 90، كنبوانتيو الاولانيه بعدا كنبوانتيوها باش ما تمشيناش تعواج. البات كنلصقو عادي طافو في 16 الفيسوز ما كتشدناش فيها مزيان. دايما كنضرب واحدة الفوق وواحدة لتحت باش كتجي قادة باش ما كدورش، عاد كتزيد الاخرى. ديالها كما كتشوفوا فيها الفلتاج كتزاد شحال ما بغيتي، ودابا كدير في الزاويه 90 دائما الاحسن باش كتشد الكليبر ديال الموبل ديالك. دابا هذا هو الموبل، ها هو حنا غنركبوا له الرابعه هنايا وغتكملنا. نتمنى تكونوا استفدتوا ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر.